لا زال الوقت مبكرا عن الحديث عن الحلول أو إمكانية التوصل إلى حلول. العقدة اللي يعني أسس العقدة اللي تحول دون تشكيل تحالف شيعي موحد مثل ما كان في السابق، ربما أنا أعزوها إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي أن هذا الصراع بين الجناحين لا يخلو من الشخصنة، ودائما الشخصنة في عموم الشرق وفي العراق على وجه التحديد الشخصنة يعني تصبح مشكلة معقدة وربما أصعب من المشاكل الموضوعية. فالشخصنة الحقيقية لا تزال عاملا أساسيا في الإعاقة، ولذلك تلاحظ مثلا كان التيار الصدري يرفض مجموعتين، كان يرفض أن يتعاطى مع دولة القانون ومع العصائب، لكن فيما بعد تم تسوية الأمر مع العصائب، وفي مدة لاحقة تم تسوية حتى مع دولة القانون، وبقيت العقدة هي عقدة السيد المالكي، يعني قبل بكل الأطراف بما فيها دولة القانون باستثناء شخص المالكي، ولذلك ما السر هذه صعبة للتسوية جدا. دكتور نديم؟ معذرة، ما سر القبول بالتسوية مع قيس الخزعلي بمقابل عدم القبول بالتسوية مع نور المالكي؟ ليش يعني؟ يعني يبقى الأخ قيس الخزعلي يبقى هو جزء من التيار الصدري، هو تعرف مجموعة انشقت عن التيار الصدري وكونت العصائب، يعني خلفيته الأساسية الفكرية والعقائدية هي خلفية صدرية صرفة، وهو تعرف كان يعني في مكتب السيد مقتدى الصدر، وهو أيضا من مقلدي السيد الشهيد محمد صادق الصدر، لذلك تمت تسوية الأمور. ربما أكو تقارب، ربما لا توجد أيضا مشاكل حادة بين الطرفين سوى قصة الانشقاق، واللي صارت أمر واقع ولا بد أن يقبلها الطرفين ويتعامل بموجبها. وبالتالي النقطة الثانية، النقطة الثانية نعم تفضل دكتور تفضل. النقطة الثانية اللي أيضا تحول دون التوافق بين الجناحين هو التباع الطرفين للمعادلة الصفرية في الصراع، وتعرف هاي المعادلة الصفرية هي واحدة من أسوأ أنواع الإدارات، أسوأ أنواع إدارة الأزمات والصراعات، لأنه تدفع الطرف الخاسر بما أن معادلته صفرية تدفع لاستخدام كافة الوسائل لإعاقة الطرف المنتصر، ولذلك يخشى الطرف الخاسر المهزوم يخشى من المعادلة الصفرية اللي ربما يعني يترتب عليها فتح ملفات أو تساؤلات أو مساءلات أو الكثير من الأمور. هذه حقيقة هي أهم النقاط، وإلا يعني لا يوجد الحقيقة، أنا شخصيا لم ألمس أن هنالك صراع على الأفكار أو على الرؤى أو على البرامج، ما شفت برنامج يضاد برنامج. وحتى الحديث عن حكومة الأغلبية الوطنية، الحقيقة هو لا يوجد حكومة أغلبية وطنية، وإنما إعادة صياغة لمشروع دولة المكونات، يعني بدلا ما يكون الحصة الشيعية موزعة على كل القوى الشيعية تصير موزعة على واحد. هي